بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحيين والذي والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون لمن الملك كل يوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا ظلم سريع الحساب وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ولمن خاف مقام ربه جنتان أي جنة واحدة فبأي آلاء ربكما تكذبان لا تقلق الله موجود الله فوق الظروف في ظروف صعبة في حصار الله عز وجل قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى
وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يا معاذ، ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ قال: ألا يعذبهم. مع الإيمان ما في ألم، ما في حزن، ما في يأس ولا في إحباط. أمرك بيد الله، ما سلمك الله إلى أحد، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. نصيحة: لا تنام على معصية. يعني مثلا أنت الآن جالس، نسأل الله العافية والسلامة، تتفرج شيء، تسمع شيء، لا تقفل بعدها اللمبة وتقول خلاص بنام. لا تخلي آخر شيء في يومك معصية. لا، قم توضأ، صلي ركعتين، صلي ركعة، استغفر، اقرأ قرآن، اسمع لك مقطع قرآن، بعدين نام. خلي آخر شيء قبل النوم حسنة، طاعة. ما تدري يمكن تصحى كما تصحى. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. فاحرصوا رحمني الله وإياكم على طاعة الله والبعد عن معاصي الله والصبر على أقدار الله. واعلموا أن الدنيا كلها قليلة، وأن الباقي منها قليل، وأن الذي لنا من قليلها قليل، والله أعلم متى ينتهي هذا القليل. فالله أحبتي في الله، أثبتوا على طاعة الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. سأقبل يا خالقي من جديد، كما أنت مني إلهي تريد، وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد، جنان الخلود ومنك المزيد. عصيتك ربي فأمهلتني، وتسترني رغم أني عنيد، لأن ربي غفور ودود، رحيم بكل الورى والعبيد.